معنا اتصال فالح من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل يا فالح. أبي أسأل الشيخ الله يطول عمرك. تفضل اسمعك. فالح غزوان العنزي. ونعم. نعم تعال. أسأل الشيخ عن كنا نصلي مسجد الجمعة. إيه. وكان يصلي الأمام بالمنبر. والآن فاجأ صفين ورا وفيضين. طيب. يعني يجوز إحنا صلينا 15 سنة قدام وهو قدام وإحنا نصلي وراه والحين ذهب سيد يعني يطلعوا لهم 100 مصلي قدام. نعم إيش السؤال؟ وسؤالك يا. يعني إنه يجوز ذهب وراء المصلين ولا يقدمهم قدام مثل أول؟ الإمام. إيه. يصلي طيب. تفضل يعني شكرا يا فالح تفضل يا شيخ. يا أخي الإمام يكون أمام المصلين ولا نعم. يكون وراءهم أو يكونون قدامه ما لا يجوز هذا في جهته هل يكون أمامه في جهته بينه وبين القبلة هذا لا يجوز نعم ولا تصح الصلاة في مثل هذا نعم.